ما علاقة النبأ العظيم بقضية الزوجية؟ واحدة من الإشكاليات وكلنا يعلم تحدث الآن في العالم وتعصف بنظامه الكوني والفطري والمتعلق بالزوجية في الإنسان، اللعب بهذا النظام الكوني وما سيؤدي ذلك اللعب والانحلال والتهور من فوضى عارمة ربما تهدد بقاء النوع البشري والإنساني على الأرض. وتدبر معي في الربط بين النبأ العظيم، لأن فحوى النبأ العظيم أن يحتوي على أخبار وأنباء وعلوم وقضايا تهم الإنسان في رحلته على الأرض. وليلفت النظر أنك إذا تتبعت الحديث في القرآن حول زوجية الإنسان وجدتها غالبا ترد بالصيغة الإسمية، دلالة على ثبات المفهوم وعدم خضوع مبدأ الزوجية لسنة التغير والتغيير. من هنا قانون الزوجية يسري على الجميع، ويبدو ولمن يقول الرب جل شأنه وخلقناكم أزواجا، تدبر معي ما قال وجعلناكم أزواجا، قال وخلقناكم أزواجا، بمعنى أنك في أصل التكوين خلقت في هذه بهذا الشكل، ما خلقت دون ذكر وأنثى ثم جعلت بعد ذلك أزواجا. تدبر دقة المفردة خلقناكم أزواجا. ما جاء في النبأ العظيم إلا بأعظم الأخبار التي بدون احترامها وتقديرها وحمايتها من قبل البشر جميعا لن يكون هناك استقرار على وجه هذه الأرض. استقرار بمعنى يمكن الإنسان من القيام بمهمته التي أراد الله له أن يقوم بها. والعجيب كما ذكرنا ونذكر أن القرآن في هذه الآيات يخاطب كل البشر، ولذلك معالجة ما يحدث من فساد وانحراف عن الفطرة البشرية والسوية اليوم في الترويج لهذا الشذوذ ولهذا الانحراف ينبغي أن يجذب ويدعى إليه كل العقلاء من أمم الأرض، من مختلف المذاهب، من مختلف الطوائف، من مختلف الأديان، العقلاء الذين يدركون أن الله قد خلق البشر أزواجا. هذه من القضايا التي يمكن أن يجتمع عليها الناس والحكماء. لماذا؟ لإنقاذ البشرية من هذه الكارثة التي تهدد بقاء النوع الإنساني والبشري. الزواج ليس فقط القصد منه إشباع الإنسان لملذته أو لمتعه الجسدية، صحيح هذا جانب منه، ولكن ثمة مسؤولية تتشكل على عاتق هذا العقد، ألا وهو بين الذكر والأنثى من تحمل المسؤولية في الحفاظ على النوع البشري وما يتبع ذلك ويدخل ضمن ذلك من مسؤوليات. ولذلك في واقع الأمر آن الأوان أن تراجع تلك التعريفات الواردة التي اكتظت بها مراجعنا الفقهية والتراثية، التي حين تأتي إلى تعريف الزواج والنكاح لا تتجاوز الكلام عن الاستمتاع وتلبية الملذة الجسدية للرجل والمرأة للزوجين. الزواج أعمق من هذا. لكي نتخلص ونراجع هذه التعريفات الموجودة في هذه الكتب وفي هذه المراجع، لا يمكن أن تتم المراجعة إلا من خلال العودة إلى القرآن والمفاهيم القرآنية.